أخونا جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن أشرع في إتمام ما بقي علينا من الكتاب، before we start continuing what was left of the book، أذكر بأننا كنا ونحن صغارا. I remind you that we were when we used to be young. إذا قال أحدنا كلمة نابية غير مناسبة، شتم، سب. If one of us when we were young would say a word that is not suitable, he would insult someone or would say a word that is improper. يعاقبونه بالفلفل، يضعونه في فمه. They punish him by putting pepper, hot pepper in his mouth. أو يحذرونه ويهددونه إن أخطأ أن يضع له الفلفل. Or they warn and threaten that if you make a mistake, then you know you will get this hot pepper in your mouth. فأنا ما أدري خلال الأسبوع الماضي وأنا أقول قال الله قال رسوله قال الصحابة. He said that the past 2 weeks I'm just saying Allah said, the Messenger صلى الله عليه وسلم said, the companions said. That's all I'm saying. وما أدري أردتم أن تعشوني الليلة أن تعاقبوني. I don't know if you wanted to give me dinner tonight or to punish me actually. فأنا أشعر أنها عقوبة وليست عشاء. I feel that it is a punishment, not a dinner. على كل حال سامحكم الله. Anyway, may Allah forgive you. إن شاء الله تدعون بخير لصاحب العقيقة. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في الموهوب، وأن يعينه على شكر الواهب، وأن يرزقه بره، ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغه أشده، وأن يجعله قرة عين لوالديه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له فيما رزقه، وأن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يعفو عنه وعنه. طيب، قال قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه مصابيح السنة بأسانيدنا إليه. الإمام البغوي said in his book مصابيح السنة with our chains to him، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، from أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، that the messenger صلى الله عليه وسلم said، وددت أني رأينا إخواننا. I wished that we saw our brothers. قالوا يا رسول الله. They said, O messenger of Allah، ألسنا إخوانك؟ Aren't we your brothers؟ قال بل أنتم أصحابي. He said, rather you are my companions. وإخواننا الذين يأتون بعد. And our brothers are those who come after. وأنا فرطهم على الحوض. And I will be before them. I will be pioneering them on the pool. وفي المطبوع. And in the published work. ذكر الحديث الأول من صحيح البخاري وقد ذكرناه. He mentioned the first hadith of صحيح البخاري and we mentioned it. وفي هذا الحديث الذي قرأناه قبل قليل. And in this hadith that we mentioned now just a while ago. أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين إخوانه وبين أصحابه. That رسول الله صلى الله عليه وسلم he differentiated between his brothers and his companions. وإن كانت فاتتنا الصحبة. And although we missed the companionship to the messenger. فلن تفوتنا أخوته عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. Then our brotherhood to him we will not miss that إن شاء الله تعالى. ونسأله تعالى أن يجعله فرطنا على الحوض. And we ask him سبحانه وتعالى to make him عليه الصلاة والسلام one who is preceding us on the pool. وقال في آخر حديث من كتابه المذكور. And he said in the last hadith of his book that is mentioned. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال. From Anas رضي الله تعالى عنه who said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم said. مثل أمتي مثل المطر. The parable or the example of my ummah is like the example of the rain. لا يدرى أوله خير أم آخره. It is not known its beginning is better or its last. وهذا مثل حسن
في حديث صحيح. And this is a nice parable in an authentic hadith. أن نكون مثل الغيث. That we are like the rain. حيثما حل. Wherever it reaches. كان الخير. Then goodness will result. كان في that. أوله أو آخره. Whether it's the beginning of it or the end of it. وقال الإمام جمال الدين. And الإمام جمال الدين. أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي. أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي. He said. والمتوفى رحمه الله تعالى. The one who passed away, may Allah have mercy on him. سنة 42 و700. The year 742. في أول حديث من كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. In the first hadith of his book, تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. وفي أول مسند أبيض بن حمال الحميري المأربي. And in the beginning of the musnad of أبيض بن حمال الحميري المأربي. عن النبي صلى الله عليه وسلم. From the Prophet صلى الله عليه وسلم. دال يعني في سنن أبي داود. دال as in the book it's signifying the sunan of أبي داود. والترمذي يعني سنن الترمذي. تاء meaning سنن الترمذي. وسين يعني سنن الإمام النسائي. Seen meaning the sunan of al-imam al-nasai. وقاف يعني سنن ابن ماجه القزويني. And قاف signifying the sunan of ابن ماجه القزويني. طبعا وهذه رموز عند أهل الحديث أنا تعمدت وضعها. These are symbols according to the people of hadith and I deliberately put them here in the book. حتى يشمل الكتاب جميع أنواع الأحاديث النبوية. So that the book will contain all the different kinds of the prophetic statements. حديث أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. The hadith that he came to the Prophet صلى الله عليه وسلم as a delegate. أي أبيض بن حمال. Meaning أبيض بن حمال, he came as a delegate to the Prophet. فاستقطعه الملح الذي بمأرب. So he asked him, يعني يجعل له. طلب منه أن يقطع له, أن يقطعه, أن يعطيه إقطاعية. الملح الذي بمأرب. So أبيض بن حمال, he asked the Prophet صلى الله عليه وسلم to make the salt that is in the city of Ma'rib to make it belonging to him, to give him that for him to own. Ma'rib ليست مدينة. Ma'rib عبارة عن منطقة كبيرة جدا. Ma'rib, the Sheikh said, is not a city, it's actually a big area. وهذا الملح الذي فيها عبارة عن جبال. And this salt that is in it is actually mountains. وحتى الآن ينتفع منه أهل اليمن حتى اللحظة يعني. To date, still the people of Yemen are benefiting from that. وقال في آخر حديث من كتابه. And he said in the last hadith of his book. عفوا قبل أن نذكر الحديث الأخير. Before we mention that. الحديث السابق فيه جواز أن يطلب أحد المسلمين من ولي الأمر. In this last hadith, in it that the benefit that it is allowed for a Muslim to ask the president or the head of state. أن يقطعه شيء من الأرض أو من المال. To give him the ownership of a land or a piece of land or a wealth, some money or. ويتصرف ولي الأمر حسب مصلحة المسلمين في ذلك. And the one who is the leader, then he will act or do whatever he sees to be suitable for the Muslims in that regard. وقال في آخر حديث من كتابه. He said in the last hadith of his book. دال يعني أبو داود. دال meaning أبو داود. حديث عن النفيلي. This hadith is from An-Nufayli. عن زهير بن معاوية قال. From زهير بن معاوية who said. حدثتني امرأة من أهلي. That a woman from my family told me. عن مليكة بنت عمر. From مليكة بنت عمر. أنها وصفت لها سمن بقر من وجع بحلقها. That she described to her the fat or السمن هنا الشحم ولا السمن السمن الذي يخرج من الحليب والزبد. The ghee, يعني the ghee of the cow, the ghee of the cow because of pain in her throat. في حلقها. And a pain in her throat. وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. And she said that the messenger صلى الله عليه وسلم said. ألبانها شفاء. That the milk of the cows are a healing, is a healing. وسمنها دواء. السمن مرة أخرى يا شيخ. السمن هو الذي يخرج من الحليب. بتر 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 لا from من البتر.
البطر يذاب، الزبد يذاب، زبدة تذاب. ثم يعني السمن هنا ليس الشحم، لا ليس لا شحم البقر، لا لا يعني لحم وشحم، لا 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 ليس قسيم اللحم. أيوة السمن قسيم اللبن، هو رغوة، الرغوة التي تؤخذ من الحليب يعني. لا يمخض الحليب. أيوة يمخض الحليب. الحليب لا يمخض، الحليب يؤخذ يمخض، تستخرج منه الزبدة، هو هذا. إذن الزبدة تغلى. أيوة البطر يعني. Football. So the salmon here, the word salmon basically is the butter of the milk. They extract it from the milk and then they cook it somehow. So it's milk is a healing, and the butter of the milk, made of the milk, is medicine. A medicine, a cure. I'm saying next year the Sheikh will talk in English, inshallah. خلاص. الشيخ سيحاضر بالإنجليزية العام القادم. ولحوم هذا. As for its meat, the cow meat is a sickness. وقال الشيخ الحافظ محمد بن سليمان الروداني السوسي المغربي. الشيخ الحافظ محمد بن سليمان الروداني السوسي المغربي. He said. المولود سنة 37,000. The one born the year 1037. والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 94,000. And the one who passed away the year 1094. في أول حديث من كتابه جمع الفوائد. In the first hadith of his book جمع الفوائد. من جامع الأصول ومجمع الفوائد الزوائد. من جامع الأصول ومجمع الزوائد. المشتمل على البخاري ومسلم. The one who, that is this book that is inclusive of Bukhari, Muslim. الترمذي والنسائي وابن ماجة. الترمذي النسائي ابن ماجة. والموطأ ومسند الدارمي. الموطأ مسند الدارمي. وأبي داود ومسند أحمد. أبي داود مسند الإمام أحمد. ومسند أبي يعلى الموصلي. مسند أبي يعلى الموصلي. ومسند البزار. مسند البزار. ومعاجم الطبراني الثلاثة. And the معاجم of الطبراني, the three of them. وأول حديث فيه بعد الترجمة. And after the first hadith in it after the title of. في كتاب الإيمان. The book of الإيمان. وفي فضل الإيمان. Regarding the excellence of الإيمان. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال. From عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه, who said. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. That the messenger صلى الله عليه وآله وسلم said. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. The one who testified that there is no true God except Allah alone without any partner. وأن محمدا عبده ورسوله. And that Muhammad is his servant and messenger. وأن عيسى عبد الله ورسوله. And that عيسى is the servant of Allah and his messenger. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. And his word that he cast to Maryam and a spirit from him. والجنة حق. And that paradise is true. والنار حق. And the fire is true. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Allah will enter him into paradise according to what he has of good deeds, whatever regardless of whatever deeds he has. وفي رواية أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. In one version, one narration says, Allah will enter him from the doors, the eight doors of paradise that he wishes. وفي رواية من شهد أن لا إله إلا الله. And in one narration, the one who testifies that there is no true God except Allah. وأن محمد رسول الله. And that Muhammad is the messenger of Allah. حرم الله عليه النار. Allah will prohibit the fire for him. وقال في آخر حديث من كتابه. And he said in the last hadith in his book. عن الزهري قال. From الزهري who said. أخبرني سعيد بن مسيب. That سعيد بن مسيب informed me. وعطاء بن يزيد الليثي. And عطاء بن يزيد الليثي. أن أبا هريرة أخبرهما. That Abu Huraira told them both. أن الناس قالوا يا رسول الله. That the people said, O Messenger of Allah. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ Do we see our Lord on the day of judgment? قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ He said, would you argue about seeing the moon, the night of the full moon, when there is no cloud that is clouding it? يعني do you argue about seeing it, that you will be able to clearly see it? قالوا لا يا رسول الله. They said, no, O Messenger of Allah.
قال فهل تمارون في الشمس في الشمس ليس دونها سحاب. He said, do you also argue or dispute about seeing the sun when there is no cloud clouding it? قالوا لا. They said no. قال فإنكم ترونه كذلك. He said, so you will surely see him like that. يحشر الناس يوم القيامة. The people will be gathered on the day of judgment. فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع. So it will be said. So he says, the one who was worshipping something, then let him follow. فمنهم من يتبع الشمس. Amongst them are those who will follow the sun. ومنهم من يتبع القمر. Amongst them are those who will follow the moon. ومنهم من يتبع الطواغيت. And amongst them are those who will follow the whatever being worshipped other than Allah. وتبقى هذه الأمة. And this ummah remains. فيها منافقوها. And the hypocrites amongst them, they will stay, remain behind. فيأتيهم الله فيقول. So Allah comes to them, he says, أنا ربكم. I am your Lord. فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. They say, this is our place until our Lord comes to us. فإذا جاء ربنا عرفنا. So if our Lord comes, then we will recognize him. فيأتيهم الله فيقول. So Allah comes to them, then he says, أنا ربكم. He says, I am your Lord. فيقولون أنت ربنا. So they say, you are our Lord. فيدعوهم. So he calls them. فيضرب الصراط بين ظهراني. So the path or the bridge will be set up between the two sides of Jahannam. فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. So I will be the first who will pass of the messengers with his nation. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. And nobody will talk on that day except for the messengers. وكلام الرسل يومئذ. And the speech of the messengers on that day. اللهم سلم سلم. Oh Allah, give safety. Oh Allah, give safety. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. And in Jahannam there will be hooks that resemble the thorns of the tree called As-Sa'dan. هل رأيتم شوك السعدان؟ Did you see the thorns of the tree As-Sa'dan? قالوا نعم. They said yes. قال فإنها مثل شوك السعدان. So he said that they are like the thorns of, those hooks are like the thorns of السعدان. غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. Except that nobody knows the how the size of it will be except Allah. تخطف الناس بأعمالهم. Those hooks, they will snatch the people away by their deeds. فمنهم من يوبق بعمله. Amongst them are those who will be destroyed because of their deeds. ومنهم من يخردل ثم ينجو. Amongst them are those that will be hit or fall and then they will be saved. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار. Up until when Allah wants to have mercy on the ones whom He wishes from the people of the fire. أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. That Allah will command the angels to take out the ones who used to worship Allah. فيخرجونهم. So they will extract them. ويعرفونهم بآثار السجود. And they will recognize them with the signs of the prostration. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. And Allah prohibited for the fire to eat the traces of the prostration. فيخرجون من النار. So they will be taken, they will come out from the fire. فكل ابن آدم تأكله النار. So all of the son of Adam will be eaten up by the fire. إلا أثر السجود. Except for the traces, the marks of prostration. فيخرجون من النار قد امتحشوا. So they will come out of the fire and they were completely burnt. فيصب عليهم ماء الحياة. So it will be poured upon them the water of life. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. So they will start growing as the seeds will grow in the water of the river. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. Then Allah finishes judging between the servants. ويبقى رجل بين الجنة والنار. And there remains a man between paradise and the fire. وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. And he is the last of the people of
the fire entering paradise. مقبل بوجهه قبل النار. He is facing with his face, he is facing the fire. فيقول, so he says, يا رب, O Lord, اصرف وجهي عن النار. Turn away my face from the fire. قد قشبني ريحها. Its smell or its air has harmed me. وأحرقني ذكاؤها. And its fire or its flames have burnt me. فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك. So he says to him, now if this was done to you, would you be asking something other than that? فيقول لا وعزتك. He says no by your might. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق. So he gives Allah whatever he wants of covenant and pledge. فيصرف الله وجهه عن النار. So Allah turns away his face from the fire. فإذا أقبل به على الجنة. So when he now turned towards paradise. رأى بهجتها. And he saw its beauty or delight. سكت ما شاء الله أن يسكت. He will remain quiet whatever Allah wishes for him to be quiet. ثم قال يا رب. Then he says, O Lord. قدمني عند باب الجنة. Bring me closer at the door of paradise. فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والمواثيق. So Allah says to him, didn't you give pledges and covenants? ألا تسأل غير الذي كنت سألت. That you will not ask other than what you already asked. فيقول يا رب. So he says, O Lord. لا أكون أشقى خلقك. I don't want to be the most unlucky or most wretched amongst your creation. فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره. So he said to him, he says to him, so if you are given that, then you will not be asking other than that. فيقول لا وعزتك. So he says no by your might. لا أسأل غير ذلك. I will not ask anything other than that. فيعطي ربه ما شاء من عهد. So he gives his Lord whatever he wanted of covenant and firm pledge. فيقدمه إلى باب الجنة. So he brings him forward to the door of paradise. فإذا بلغ بابها. So when he reached its door. فرأى زهرتها. And he saw its beauty. وما فيها من النضرة من النضرة والسرور. And what's in it of beauty and delight. فيسكت ما شاء الله أن يسكت. He will remain quiet whatever Allah wants for him to be quiet. فيقول يا رب. Then he says, O Lord. أدخلني الجنة. Enter me paradise. فيقول الله. So Allah says. ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. Woe to you, O son of Adam, how cheating you are. أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ الذي أعطيت. Didn't you give a pledge and a firm covenant that you will not ask other than what you have been given? فيقول يا رب. So he says, O Lord. لا تجعلني أشقى خلقك. Do not make me the most wretched, the most unlucky of your creation. فيضحك الله عز وجل منه. So Allah عز وجل laughs from him. ثم يأذن له في دخول الجنة. Then he allows him to enter paradise. فيقول تمنى. So he says wish. فيتمنى. So he wishes. حتى إذا انقطعت أمنيته. Up until his wishes are finished. قال الله عز وجل تمنى كذا وكذا. Allah عز وجل says to him wish such and such. أقبل يذكره ربه. Allah turns to him reminding him of wishes. حتى إذا انتهت به الأماني. Until his wishes are finished. قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. Allah says to him you will get that and the likes of it, the same like it with it. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما. أبو سعيد الخدري said to أبي هريرة رضي الله عنهما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. That the messenger صلى الله عليه وعلى آله وسلم said. قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. Allah said that you will get that and 10 times of that. قال أبو هريرة. أبو هريرة said.
لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله. I did not memorize from the messenger صلى الله عليه وسلم except his statement. لك ذلك ومثله معه. You will get that and the likes of it, the same exactly like it with it. قال أبو سعيد. أبو سعيد said. إني سمعته يقول. I heard him say. ذلك لك وعشرة أمثاله. That is for you. You will get that and 10 times like that. وفي هذا الحديث الصحيح. In this authentic hadith. أن الصحابة بعضهم كان يحدث. That the companions, some of them used to narrate. والآخر يسمع. And the other one listens. وأن أبا سعيد كان يسمع لأبي هريرة. And Abu Sa'id was listening to Abu Huraira. ولما وجده في الحديث. And قد he, خالف ما يحفظه في كلمة. And he, when he found that he was different from him in narrating the hadith, different in one word. نبهه عليها. He brought his attention to it. فأبو سعيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعشرة أمثاله. So Abu Sa'id heard from the Prophet صلى الله عليه وسلم and 10 times like it. وأبو هريرة سمع وروى ومثله معه. And Abu Huraira he heard and narrated and the same like it with it. وهذا الحديث مر معنا عندما تكلمنا عن الفتوى الحموية. And this hadith came when we were talking about الفتوى الحموية, the Hamawi verdict. وفيه إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. And in it is affirming the seeing of Allah عز وجل. وإثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى. Affirming seeing Allah عز وجل and affirming also the attribute of laughing for Allah. وفيه رحمة الله الواسعة. And in it the vast mercy of Allah also. التي تغمدت هذا الذي خرج من النار آخر من خرج. This mercy that covered and engulfed this person who was the last one who left Jahannam and entered paradise. ودخل الجنة آخر من دخل. And he entered paradise as the last one who entered it. وأن المؤمنين لا يخلدون في نار جهنم. And that the believers will not stay forever in the fire of Jahannam. وفيه فوائد كثيرة. And in it there are a lot of benefits. وأعطيني سورة الود. هذه صورة المد التي سأتكلم عنها الآن. This is the picture of the mud that the Sheikh said he will talk about now. فأقول وقد عدلت مدي هذا. Now this is the Sheikh will be this is the picture now. It's the amount of the صدقة that the Rasulullah صلى الله عليه وسلم used to use. The amount of it, how much of it. على مد شيخنا. The Sheikh said that I compared and equaled my mud to the mud of our Sheikh. يحيى بن عثمان العظيم أبادي. يحيى بن عثمان العظيم أبادي. والشيخ العقيل. Also he compared it to a Sheikh العقيل. والشيخ الوكيل. And a Sheikh الوكيل also. وغيرهم. And other than them. بأسانيدهم عن زيد بن ثابت الأنصاري في المد الذي كان يؤدي به زكاة الفطر. With their chains from زيد بن ثابت الأنصاري regarding the mud that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to give with it the زكاة الفطر. وهو المد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. And this is the mud that the Prophet صلى الله عليه وسلم said regarding it. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. Oh Allah bless us, bless for us our صاع and our mud. Both of them are amounts of the food, measurement of weight. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بهذا المد. A measurement of size actually. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to make wudu with this mud. ويغتسل بالصاع. And he used to have a bath with a sa'. يعني أربعة أمداد من هذا. يعني هذا مجموع هذه الأربعة هي الصاع. So this is the amount here. You have four of these. Each one of them is mud. نعم. Mud is like two handfuls like that with نعم. the hand of the Prophet صلى الله عليه وسلم. And four mud like that is one sa'. One sa'. والصاع أربعة أمداد من هذا المد كما قلنا. The صاع is four mud like we mentioned.
الحديث الأخير, the last حديث, وقد وعدتكم في أول مجلس أن أذكره في آخر المجالس, and I promised you that I will mention this hadith in the last of the sittings, وهو المسلسل بالمحبة, and this hadith that is chained with or mentioned continuously with love. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال, from معاذ بن جبل رضي الله عنه, who said, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك, that the messenger صلى الله عليه وسلم told me I surely love you. فقل, so say, اللهم أعني على ذكرك, oh Allah help me to remember you, وشكرك, and to thank you, وحسن عبادتك, and to worship you perfectly. وأنا أقول, and I say, كما قال لي أشياخي, as my sheikhs have told me, وأنا أحبكم, I am and I am I love you. فقولوا, so say, اللهم أعنا على ذكرك, oh Allah, اللهم أعنا على ذكرك, وشكرك, وشكرك, وحسن عبادتك, وحسن عبادتك. والآن أجيزكم جميعا إن شاء الله بهذه الإجازة العامة لهذا الكتاب, and now I certify you all with a general certification with this book, of this book, ومن أرادها مكتوبة, and the ones who want it written, فها هي موجودة هنا, then it is written in there. يصور مثل هذه وأنا أكتب اسمه عليها, he will photocopy this and I will write his name on it, وأوقعها, and I sign it. بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إجازة عامة, a general certification. الحمد لله رب العالمين, all praises due to Allah the Lord of the worlds, والصلاة والسلام على رسوله الأمين, salat and salam may be on his trustworthy prophet, وعلى أزواج آله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين, and on his family, his wives and his pure descendants, وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد, and also his companions and those who followed them with good to the day of judgment and to proceed. فهذه الإجازة العامة مني أنا العبد الضعيف المحتاج الفقير. This is a general certification from me. I am the servant who the weak, the one in need, the poor, إلى مولاه الغني القوي الغني القدير, the one who is in need to his مولاه, the ally, Allah سبحانه وتعالى, the strong, the rich, the all able. طبعا اسمي طويل سأختصره, أكرم بن محمد زياد الفلوجي الأثري. أكرم بن محمد زياد الفلوجي الأثري. The Sheikh said my name is long, I will just summarize it. بثبت المسمى, with my book which I have my chains in it that is titled الأوائل والأواخر المكية, the first and the last مكي أحاديث, لأمات الكتب الأثرية, for the chief main books of reports, بكتب الحديث والأثر, with the books of hadith and reports, التي قرأها الشيخ, التي قرأتها عليكم, which I recited, which I read to you, وترجمها فضيلة الشيخ عبد المنعم, and was translated by عبد المنعم. أجيزكم بها, I certify you with it, with them, with this book. وأنا لست أهلا لأن أجاز فضلا عن أجيز, and I'm not qualified to be certified, let alone for me to certify you. ولكن ليبقى الإسناد, but for the chain to continue and remain, الذي هو خاصية من خصائص منهج السلف خصوصا, which is one special characteristic of the characteristics of the methodology of the pious predecessors, وأهل السنة والمسلمين عموما, and this is especially for manhaj al-salaf and the people of sunnah and Muslims in general, متصلاً, connected, وكما ثبت عن السلف, as it has been established from the pious predecessors, الإسناد من الدين, the chain is part of the religion, والإسناد سلاح المؤمن, and the chain is the weapon of the believer, وطلب إسناد العلو من السنة, and to seek the high chains, the chains of highness is part of the sunnah. وقد أجزتكم جميعا, and I have certified you all, بما أجازني به مشايخ الكرام المذكورين, with what my mentioned noble sheikhs have certified me with, بأسانيدهم وإجازاتهم في ثبتي هذا, with their chains and their certifications that are mentioned in this book of chains of mine,
وأن يروي عني وأن تروى عني الكتب المسندة في هذا الثبت. And that you should narrate from me the books that are mentioned with chains in this book of chains. وجميع book chains. وجميع كتب الحديث والتفسير. And all of the books of hadith and tafsir. وعلوم الاجتهاد. And the knowledge of اجتهاد. بالأسانيد المذكورة في ثبت هذا. With the chains that are mentioned in this ثبت of mine. وبحسب الطرق المعروفة والمذكورة فيها. And according to the known routes and that mentioned routes in it. بشرطها المعتبر. With the consider with the condition that is given weight. وأجيزكم بجميع إجازاتي ومروياتي. And I certify you with all my certifications and my narrations. ومسموعاتي ومكاتباتي. Whatever I heard and whatever was written. ومؤلفاتي وأبحاثي. My books that I have authored, my researches. وتحقيقاتي. And the books that I have revised. وأن تروى عني الحديث المسلسل بالرحمة. And that you should narrate from me the hadith that is continued or connected with mercy. والمسلسل بالرحمة والأولية. The one that is connected or chained with mercy and the first. إلى سفيان بن عيينة. Up to سفيان بن عيينة. عن عبد الله بن عمرو. From عبد الله بن عمرو. والحديث المسلسل بالمحبة. And the hadith that is continued or chained with connected with love. عن معاذ بن جبل. From معاذ بن جبل. كما رويتهما لكم. As I have narrated them to you. وكما صرحت لكم بمحبة إياكم. And as I have explicitly mentioned my love to you. بتاريخ. With the date. اليوم الأحد. Today الأحد. 24/2/24. The 24th of Safar. لسنة 34 و 400,000. The year 1434. والموافق لليوم السادس. Which agrees with the day of the 6th. من شهر كانون الثاني يناير. The month كانون الثاني January. لسنة 12 لسنة 13 the year و2000 من تاريخ النصارى 2013 of the Gregorian calendar في مجلس الإجازة in the sitting of certification في مسجد جمعية القرآن والسنة بكندا in the masjid of Quran Sunnah Society of Canada كما وأجزتكم وأذنت لكم as I have certified you and I give you permission أن تجيزوا that you should certify من تتحقق بهم الأهلية والاستقامة والعدالة والضبط those who are qualified those who have who have the credentials of the qualifications straightforwardness justice and memory or sharp memory وإذ أمنحكم هذه الإجازة برواية الكتب المتصلة الإسناد and when I give you this certification to narrate these books that are connected in chain أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن and I counsel you to have piety of Allah in the hidden and in the open وأن تحرصوا على تحصيل العلم النافع and that you should be diligent to achieve to earn the beneficial knowledge المؤدي للعمل الصالح that will lead to the righteous action متجنبين الحزبية البغيضة staying away from the hateful party partisanship التي تشتت وتفتت the one that will split up and divide وتعدد وتبدد ولا توحد and it will also cause to it will cause the Muslims to be split up and it will cause them to be disunited وتفرق ولا تجمع it will divide it will not gather together وأن تحرصوا على الأسانيد and that you should be keen or diligent for the chains والدعوة إلى السنة والتوحيد and that you should call to the sunnah and tawheed وأن تلتزموا في سنتكم وهديكم
and that you should abide by in your guidance and in your look and manners. سنة سيد المرسلين. The sunnah of the master of the messengers. والسلف الصالحين. And the pious predecessors. وأن تبذل العلم للمتعلمين. And that you should offer knowledge to those who seek it. وأن تتثبت في الرواية عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. And you should make sure and verify when you are narrating from the infallible Muhammad صلى الله عليه وسلم. وأرجوكم أن تشركوني وأشياخي ووالدي وأزواجي وذريتي وأحبابي ومحبي والمسلمين بصالح دعائكم. And I hope from you that you will include me and my sheikhs, my parents, my spouses, my children and my beloved one and those who love me and the Muslims in your righteous dua. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. And all praise is due to Allah, the Lord of the worlds. قلته بلساني. I said it with my tongue. وخططته ببناني. And I wrote it with my pen. حامدا ومستغفرا ومصليا. Praising and seeking forgiveness and also saying salat on the Prophet صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. We ask Allah عز وجل to accept from us and you إن شاء الله. من أراد أن أكتب له الإجازة يكتب اسمه الذي يريده وأنا أوقعها. So those who want this certification, let them write down their names and I will sign it for them. Bismillah. وإن كان ليس هناك نظارة. نظارة قراءة. قراءة؟ نعم. طيب جزاك الله خير. كتبت التاريخ فيها ولا لا؟ 26 24 صفر 24 ها 24 صفر You will sign it. What do you need? Your name? Write the name in Arabic or English, but you write it in Arabic if you want. So write it in English. Jazakallah khairan. Muhammad Rudi? Naam. Muhammad Rudi ايش? هرتونو طرطورة هرتونو ها تانو نعم نعم جزاك الله خير بارك الله فيك بسم الله طيب ايش اكتب الاسم هذا فيها ناصر عبد علي ناصر عبدي عبدي يا علي علي ناصر عبدي علي وفيك عمر آدم يوسف عمر يا عمر آدم عمر آدم آدم يا يوسف يوسف يا عمر كلام فيه موجود لا 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 I don't have. That's maybe that's Spencer.
طرفت هذاك تسمع كيف أنا فضيلة الشيخ يعني ما أنت فضيلة الشيخ محمد نظيف ناصري Yasin al-Islam Chowdhury. أنا نسيت قليل اصبروا علي قليلا ميكروفون